أستاذ عصام السمري، دفاع ضحايا سرقة السيارات. الملف فيما يتعلق بمستجدات الملف وتم التأخير دياله اليوم إلى جلسة 25/9 إن شاء الله الرحمن الرحيم. وحقا حنا كنا اعتبرناه جاهز اليوم، بغينا نناقشوا هذه الإشكالية ديال باش نبداو مرحلة جديدة الملفية، إما يرجع للابتدائية يعاود يتناقش في الموضوع، يا إما نمشيو نبداو في محكمة الاستئناف على أساس أن الملف جنايات. ولكن كان واحد طلب دفاع جديد، كان واحد الدفاع ديال واحد جوج ديال شركه القروض حضروا طلبوا مهله، وكان شي دفاع جديد ديال شي احد المتهمين، وعلى هذا الاساس تاخر الملف في 25/9 اللي تكون ان شاء الله اخر جلسه في الموضوع. وغيبقى لنا الاشكال هو انه ما عرفناش الوضعيه القانونيه، لان الملف عندنا الهيئه السابقه كانت في شهر 8 اللي كتنوب استدعت شركه القروض. دابا هنا الوضعية القانونية اللي وقع فيها إشكال هو الأساس ديال المركز القانوني ديال شركة القروض، هما ماشي ضحايا ماشي شهود. بالتالي هنا هذا هو الموضوع اللي غنناقشوا الأسبوع الجاي إن شاء الله، على أساس أن استدعاء شركة القروض كان بناء على تصريح ديال المتهم شخصي وعزوا الدفاع ديالو. وكانت الهيئة قررت، طبعا الهيئة كانت في شهر 8، تعرفوا شهر 8 كتكون العطلة القضائية، كتكون هيئة أخرى، قررت استدعاء ديال شركة القروض هاد الاسبوع نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم. الجلسه الجايه غنشوفوا الوضعيه القانونيه ديالهم هما، بعدا ما عندها حتى شي مركز قانوني، ما ماشي ضحايا ماشي شهود ماشي متهمين. بالتالي ما ربما كان في غنى اننا ناخروا الملف، ولكن قرار المحكمه تعطيهم مهله الدفاع، تنقدروه وتنحترموه. الاسبوع 25 ان شاء الله نناقشوا الملف بالحيثيات ديالو ان شاء الله، على اساس هما شركه القروض اللي داروا الدفاع. اللي هما في الاصل كاينين ثلاثه ماشي اربعه، المحكمه قررت استدعاء اربعه، في الملف عندنا غير ثلاثه، ما عندناش الشركه ديال الصفاق. اللي حضروا حضروا جوج شركات ديال القروض واخروا الملف، ونهار 25 ناقشوا الملف ان شاء الله الرحمن الرحيم التي يسر الله. واحد من الضحايا ديال سرقه السيارات ديال اللي كاين حاليا في محكمه الاستئناف ديال الرباط، اليوم كانت الجلسه على اساس باش نعرفوا هذا الملف واش حيتأيد اليوم، كانت فاجئوا عاوتاني كيتاجل نهار 25 شهر 9/2023 لحضور بعض موظفين ديال القروض، دفاع جديد للقروض، يعني الناس ديال البنكا فيفاليز وفسالف. هاد الناس هادو جاو باش يشوفوا هاد الملف هذا، وحنا كنأكدوا بان هاد الملف هذا راه حنا متابعينه، واخا يبقى فيه 10 سنين ولا 20 عام هاد الملف هذا ما غنتنازلوش عليه نهائيا حتى نجيبوا الحق ديالنا. بالنسبه لي انا الحق ديالي راه باين، انا راه عندي طوموبيلتي بالكارت غريز ديالي قانونيه، يمشيو في اي ما فيها لا كريدي لا حتى شي حاجه، يمشيو اي بلاصه يتاكدوا من المعلومات اللي عندي انا في الكارت غريز ديالي ولا السيد اللي شريت من عنده. هما داو طوموبيله باعوها، المهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم في البيع ديالها، باش ما باعوها المهم على اساس انا خصني رزقي 16 مليون ونص. كنتابع معاهم ان شاء الله، الا كانت الجلسه نهار 25 هنا كنطلبوا على الله تأيد في الحكم ديال يعني في الجنايات. وهذا الملف هذا راه ساهرين عليه اساتذه كبار اللي حاليا في المحكمه ديال الاستئناف، وحنا عندنا اليقين بانهما هذا الملف هذا راه غادي يكون فيه واحد المصداقيه وشفافيه. معكم ممثله شركه ملك ايفنت من مدينه طنجه، القضيه ديالنا مازالين متابعينها، عندنا جلسه اليوم كانت في قصر العداله في الجنايات مدينه الرباط حي الرياض. تم تأجيل الدعوة لنهار 25/9/2023 بسبب بعض التنصيبات الجديدة، جوج ديال التنصيبات الجديدة ديال شركة القروض وفسلف وفيفاليس. فيما يخص الرأي ديالنا على هاد شركة القروض، ما عرفناهمش واش شهود، ما عرفناش محل ديالهم في الإعراف في القضية، لأن نورمالمون هاد شركة القروض هي العنصر الرئيسي اللي تسبب في السرقة ديالنا حنايا، لأن هاد شركة القروض هي اللي عطات المعلومات الخاصة ديالنا لهاد الناس ديال ركوفرومون اللي جاوا وسرقوا لنا الطوموبيلات بدون سند قانوني وبدون وجه حق. ألوغ هاد شركة القروض حنايا طرقناها، مشينا عندها، طلعنا عندها حتى الكازا ودخلنا عندهم وما عطاوناش الحل وما داروش معنا الواجب. كل اللي عملوه بينا انهم استهزؤوا بينا، استقبلونا واستهزؤوا بينا بانهم غيصيفطوا لنا الوراق ديالنا وغيصيفطوا لنا داكشي اللي طلبنا، لان احنا طلبنا المحضر ديال البيع، طلبنا الخبره ديال الخبير، قال لك اودي غيصيفطوا لنا كلشي. هذوك الناس كذبوا علينا، بحال اللي كنقولوا حنا بالعربيه الدارجه، صيقونا، داروا لنا صابونا وخلونا، بقينا كنتسناو الوراق حتى لهذا الوقت هذه باقي ما جاتنا حتى شي حاجه.
دابا باللي بقاو المحكمه كطلبهم وكطلبهم راه طلباتهم في الابتدائي وما حضروش عده مرات، ودابا باللي طلباتهم في الجنايات طلباتهم اكثر من 4 الخطرات ولا 5 الخطرات، صيفطوا محامون صيفطوا محامون يزيدوا ياخروا الدعوه. هما اللي تم تاجيل ديال الدعوه النهار 25 شهر 9 2023، وحنا بالنسبه لنا هذا الملف هذا راه ما غنتنازلوش عليه وحقنا ما غيضيعش، ولو انهم كيصيفطوا لنا ميساجات بان راها تقدر تدور فلوس هنا في حي الرياض المحكمه ديال السيناف راه كلشي كيتباع وكيتشرى، حنا مامنين بالمغرب ديال 2023 صافي، هذاك الشيء فات كان في واحد الوقت وتمحى، اللي عنده شي حق وكيطلبوا راه غيوصل ليه، وحنا راه ارباب اسر، حنا ناس ضعنا في رزقنا، خصنا رزقنا، وكنطلبوا من هيئه المحكمه الموقره انها تنصفنا في هذا الموضوع، بحال اللي ديجا تنصفنا في محكمه الابتدائيه، ودائما تحيه نضاليه للناس ديال المحكمه الابتدائيه ديال مدينه سلا، وكنتمناو ان ياخذوا الحق ديالنا حتى حنا وناخذوا حقنا ونفرحوا في اخر المطاف، راه حنا تكرفسنا في هذا الملف، راه هذه تقريبا مده سنه وحنا طالعين وهابطين من جميع انحاء المغرب، راه ناس كتجي من المحمديه، ناس كتجي من طنجه، ناس من الرباط، ناس من كازا، ناس من الخميسات، ناس من قنيطره، راه كل واحد ومنين كاين. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، وراه الثقه ديالنا في القضاء المغربي الحمد لله عندنا الثقه الكامله، وعارفين بان فين ما كاين المزيان كاين العيان، وحنا نترجوا الله خير ولعله خير ان شاء الله. المناسبه كنوجه التعازي احر تعازي للناس اللي ماتوا في الكارثه الطبيعيه الزلزال، وقلبنا معاهم من طنجه حتى للقويره، الناس ديال الشمال، انا كنمثل الشمال طنجاويه من مدينه طنجه، احر تعازي للناس ديال تارودانت، الناس ديال مراكش، الناس ديال اكادير، قلبنا معاهم وانا لله وانا اليه راجعون، وهذوك ما كيتحسسبوش موتى، هذوك شهداء عند الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.